تحدثنا عن برنامجك الانتخابي، بالتأكيد بتواجه أو نادي الزمالك بيواجه أزمات كثيرة خلال المرحلة المقبلة. طبعا الموقف مش سهل، يعني موقف عصيب، واحنا بقالنا دلوقتي 4 أشهر بنحاول نحل مشاكل كتيرة. ويمكن سبب الدخول، أنا يعني كراجل متخصص وشايف، يعني كان الأحسن إن يتعمل المد للمجالس الحالية. يعني إحنا حلينا بعض المشاكل، في بعض المشاكل عاوزة حلول وعاوزة قرارات. أنا شايف إن الاستمرار فيها بعد ما شفنا فين المشاكل هي نقدر إن شاء الله نحلها في القريب العاجل. الأستاذ مرتضى كلمني وقال لي أنا ما فيش أي حرج لو حضرتك داخل، وقلت له وإحنا بنتكلم على استقرار نادي مش عن صراع. فأنا بتمنى إن هذا الكلام إن شاء الله يتم، وتبقى معركة انتخابية، مباراة رياضية نقدر فيها كل واحد يعرض فكره، وعين في الآخر قرار الأعضاء الجمعية العمومية تعطي مدى. إحنا دخلنا مباريات كتير، كسبنا فترات وخسرنا فترات، لكن هذه الأمور للرياضيين أمور طبيعية وعادية. أسباب تراجع الدكتور كمال درويش عن عدم خوض الانتخابات بصراحة؟ والله مجموعة كبار النادي، الأعضاء الكبار، شيوخ النادي كلهم طلعوا ليا في المكتب، وأنا الحقيقة ضعفت قدامهم. يعني ده الكلام اللي هو واقع. يعني أنا لغاية النهاردة، لغاية الوقت اللي طلع للصبح، الناس كبار الأعضاء القدامى كلهم، القائمة الانتخابية إن شاء الله معظمها من المجلس الحالي المعين إن شاء الله. أخيرا، كيف ترى وجه المنافسة بين حضرتك وبين أشرف السكري المستشار مرتضى رؤوف جافز؟ رؤوف جافز لسه ما قدمش، اللي قدمهم إن شاء الله تبقى معركة كويسة. يعني كل واحد عاوز يخدم النادي.